السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم خوتي مع خونا الحواس. خوتي اللي يحكي لنا قصته في الدول البلقان وكيفاش جاز عليه وكيفاش فات. المهم خوتي راح يحكي لنا بعد ما تلاقى مع المجموعه تاعو وراح يروحوا جهه تيرانا وامواتها. يحكي لنا خوتي بزاف صوالح. مرحبا بك خويا الحواس. اخويا سلام خويا حمار، صباح خيرك لاباس؟ شيء اخويا. والله الحمد لله، راني صابع صابع صابع. يا بيا اخويا مرحبا بك خويا الحواس، ومتعنا بقصتك اخويا. ربي يحفظك خويا العزيز. ابري قلت لك حنا علاش شدينا طريق الماشينه، كي داونا كي دانا واحد الخطه هكذا حطنا في طريق تاع الماشينه، باسكو بين كيف البانيا كي حطك في الحدود بين مونتينيغرو تبع طريق الماشينه، تبع طريق الماشينه تروح داير طريق تاع الماشينه هذيك تديك حتى لا كابيتال تاع مونتينيغرو. وكي تبعنا طريق وصلنا لقينا واحد لوزين، واحد لوزين هذا واحد لوزين كبير كاع الحراقه يفوتوا منه. داير دي فوا لا بوليس هذيك ديما يقعدوا في كاين واحد البون طريق تاع الماشينه فايت الفوق، ديما لا بوليس تلقاهم قاعدين هناك. وحنا كي شفنا لوزين هذاك شاعل بالضوء اكسيتيرا ديفينا على الدروه تاعنا، وبقينا نشوفوا فيه هكذا كاش طوموبيل تفوت كاش دوريات اكسيتيرا، ما شفنا والو. حبينا نطلعوا الجبل تاع مونتينيغرو، هذا الجبل قحل هو اللي يفرق بين الالباني ومونتينيغرو، هو الحدود. وكاينه كازيرا تاع الناتو في وسط الجبل هذاك، حنا فتنا داخل الواد وطالعين، داخل الواد وطالعين، فتنا الكازيرا هذيك وطلعنا الجبل، طلعنا الجبل حتى الفوق. وكي خزرنا لتحت شفنا كاع شكودرا وهاني هوت، وشفنا كاع يعني نقول لك يعني شكودرا هذه كنشوف كيف الشابه والله مخ كيحبس. شكود راه هاني هوت يعني لاصقه في الحدود، شغل تقول راك في مونتينيغرو، مي شكود راه يعني عندها واحد الواد، وتشوف هذوك لي كارواس ديال الكبار، هذوك البوابر الكبار اللي يديو الناس لي فواياج، يعني بلاصه يعني طوب. طلعنا الجبل وكي وصلنا الفوق خلاص روبونزينا شويه هكذا هبطنا، على خاطر لا كابيتال تاع مونتينيغرو من الحدود بعيده يا ربي، بعيده واحد 30 40 كيلومتر، بعيده واحد 30 كيلومتر على الحدود، يعني مشيه 3 سوايع 4 سوايع بالعقل توصل. بدينا هبطوا، كاين البرومي فيلاج واسمه تيوزلا ولا تيوزي، الفيلاج هذا ثاني محروق. تبع ثاني طريق ماشينه، تبع طريق الماشينه حتى لا كابيتال تاع مونتينيغرو. تبعنا طريق تاع الماشينه، نمشي وشغل، وكي تتمشى في الكراف هذيك تاع الطريق تاع الماشينه يعيي شويه، تتمشى وتدير الحس وتخزر موراك، يقدر يشوفوك يقدر يطيحوك، معليش. كملنا هكاك حتى وصلنا لواحد البون فايت عليه الطريق تاع الماشينه هذاك، وكاين واحد الحرف وكاين جبال هذوك تاع مونتينيغرو يبانوا الحرف، يعني مالغري الليل تشوف الجبال هذوك يعني كحال، سي بور سا يعيطوا لها مونتينيغرو، يعيطوا لها الجبل الاسود، شغل طرابهم هناك كحل. قعدنا حتى سمعنا جروب ثاني تاع حراقات جايين مورانا، جايين زاهيين بياك سيتيرا. كنا قاعدين واحد صاحبي خلاهم حتى وصلوا قدامنا، قالهم ستوب بوليس. وهذاك واش يديروا؟ بداو يهربوا في الحرب. ابري راح تبعهم، ابري على بالك نوض دبزه كبيره هناك شغل مساكن، على بالك خلعهم، واحد هرب من تبعهم وراهم، قال لهم وحنايا ما تلاقينا هناك في الكامب، حنايا يا خاوه منا، ولا ابري نوض دبزه كبيره بيناتنا. ابري المهم فين القصه، هما راحوا خلينا يعني كاربيناتنا يعني سباس هكذا في الوقت، واحد تمشوا 20 مينوت تبعنا موراهم. مشينا وكي وصلنا لا كابيتال تاع مونتينيغرو دخلنا، رحنا لواحد القهوه، قلنا شربنا هناك القهوه منا، بدلنا قشنا، قلنا من القهوه هذاك جيب لنا النيميرو تاع الطاكسي يجي لهنا باش يدينا الكامب كونيك، باسكو في مونتينيغرو في لا كابيتال كاين كامب كونيك وكاين واحد الكامب ثاني راح ليه اسمه. رحنا الكامب كونيك هذوك ما قبلوناش، قالوا لنا تروحوا الكامب اسمه، تروحوا البوليس ستيشن باش تعاودوا تبصموا هناك القصه، على بالك لازم تبصم، يقولوا منين كيفاش دخلت من معليش. هبطنا لهناك بصمونا وفوتونا اكسيتيرا، الحمد لله عاودنا ولينا الكامب كونيك هذاك، ولينا الكامب كونيك هذاك كي مدينا لهم الخارطة اكسيتيرا ما حبوش يقبلونا، باسكو قلت كاينين دو كامب في لا كابيتال، واحد تاع السوارة وتاع لي فامي والدراري الصغار، وواحد تاعنا لي باك باك والحراقة والناس والفين نخنز شوية هكذا فايح شوية. مي الكامب هذاك اللي رحنا فيه شغل بيان تاع لي فامي اكسيتيرا ما حبوش يقبلونا هنا، خلونا هبطوا الكامب اللي كاين تحتاني. وفي الكامب هذا كاين واحد كارواتي، كاين واحد في واحد
كرواتي اللي يخدم هنا تاع المنظمات هذوك اكسيتيرا الطويل وعينيه الزروق اكسيتيرا. شوف في الكامب هذاك سيستم ميليتار في الداخل، تدير روطار الماكله دقيقه ما تاكلش، دقيقه دقيقه ما تاكلش، يمد الماكله بلا حساب، يمد الشغل تاع خبز، نقول لك يعني سيستم ميليتار داخل الكامب هذاك. قعدنا هناك، قعدنا ثاني واحد، قعدنا واحد ثانية شحال، قعدنا في مونتينيغرو، قعدنا واحد سمعنا ثانية هكذا، قعدنا واحد سمعنا 10 أيام هكذا، ديما على بالك يولي البروبليم تاع الدراهم من ومن ومن. قعدت هناك، صحابي ثاني حطونا في واحد البلاصه في الكامب كاين، حطونا في السوسول، وصحابي الاخرين حطوهم شويه الفوق هكذا، شغل هما حطوهم في بلاصه مليحه وانا حطوني في السوسول، وما عندكش الحق تروح ترقد في البلاصه وين كاين صحابك. قلت في هذاك سيستم ميليتير الكروات هذاك. قعدنا هناك انت تريتو ثاني كيفاش نطلعوا البوسنه، لازم ثاني تعاود الحكايه تطلع البوسنه منو منو من صحابي ما عندهمش دراهم، تولوا داروا دراهم جابوا كاع دراهمهم، وكاين واحد لاصال دو جو هناك نروحوا ليها نفوتوا شويه وقت هكذا نلعبوا. كان ثاني الناس تاع مونتينيغرو ثاني الناس ملاح وكاينين مسلمين فيهم، ما كاينين مسلمين وعندهم لا كابيتال شابه شويه هكذا، لا كابيتال تاعهم شابه. قعدنا هناك نفوتوا شويه وقت هكذا ناكلوا هكذا بيان هناك، وناتوندو صحابي يلمو دراهم هكذا، كي يلمو دراهم كاع بدينا طالعين نروحو نطلعو البوسنة. نطلعو البوسنة شدينا ثاني البيس دانا قريب الحدود، ومن الحدود ثاني عاودنا واحد بيس قربنا ثاني ورحنا ندخلو للبوسنة. والحاجة اللي تسيباري بين البوسنة ومونتينيغرو كاين واحد باراج تاع الماء كبير، الناس كاع الحراقة فاتو منك، كاع اللي يجي منك يفوت من البراج تاع الماء هذاك يخليه على يدو اليسار ويمشي شغل قدامه برك، يتبع على بيستا والبيستا هذيك تاع الدوريه، يمشي تمشي يعني في البيستا هذيك تاع الدوريه، تبع ثاني طريق تاع الماشينه اللي تديك البيستا هذيك. اهبطنا قدام الحدود، تبعنا الجي بي اس تاعنا ومشينا منك، وكاينه واحد الدار هناك، كاينه واحد الدار محروقه هناك واش داروا حركه تاعنا. دخلوا الدار تاع السيد هذا وكلاو فيها وكسروها وكسوها، ويعني داروا عفايس ماشي ملاح في الدار هذيك، شغل على بالك واش داروا. ابري مول السيد هذيك مول الدار وين يشوف حراقه هنا كيبدا يخرج يتيري برصاص، فهمت شغل؟ ولا الطريق هذاك مول الدار هذيك حبس الطريق هذيك حتى واحد ما يفوت. ابري اذا ما فتش من الطريق هذيك عندك واحد مشيت تاع 4 ايام، معناها راح تدور البراج هذاك من الكوتي الاخر، اذا ما فتش يعني مشيه تاع ساعه ولا جوج سوايع راح تمشيها في 4 ايام ولا 3 ايام. على جل السيد هذا اللي كسروا له دارو وخربوا له الحاله، يعني حرقوها الطريق هذه. معليش كي وصلنا باسكو عندنا ثاني الدار هذه في المبص حنايا، عطاوها لنا اللي شدوهم ورجعوهم ديجا، قالوا لنا بلي الدار هذه لازم تيفيتيوها والطريق هذيك تفوت قدام الدار هذيك ما عندكش منين تروح. وصلنا لانتير سيكسيون هذه تلقى اون انترسيكسيون، طريق الفوق وطريق التحت وطريق تو دروات، تبع طريق تو لتون تبع البراج تاع الماء هذاك. تبعناك وصلنا للدار هذيك ما لقينا حتى واحد، شغل في البراج هذيك تشوف الفليك تاعهم ميتو اكسيتيرا تاع الصيادين ولا ما على باليش. فتنا حتى خلصت الطريق هذيك تاع كي خلصنا الطريق تاع الرايا عاود دخلنا الطريق تاع البيستا، دخلنا الطريق تاع الحدود، الطريق تاع الحدود اللي تفوت بها الدوريه. دخلنا نتمشاو في الطريق هذيك، فتنا واحد البون وزيد كملنا نتمشاو، وكنا اون بليس كنا في الجروب تاعنا، كنا 11 بنادم في هذاك الوقت. كان واحد اسمه البارون هذا قسنطيني مسكين في عمره 43 سنه وعنده مرض يعني في العظم تاعو ما يقدرش يمشي بزاف اكسيتيرا مسكين، والطبيب مدلو ياكل ليريكا فهمتني، شو الطبيب اللي مدهالو ماشي هو اللي ياكل هاش ولا هكذا بالعالي، ولا يمدهالو باش ينعي يخفف عليه باش ما يوجعوهش العظم تاعو. هو اللي كان عندنا بروبليم هكذا مسكين يعيا. كملنا كنت نتبعوا البيستا هذيك تاع الحود نتبعوا حتى صدمت الدوريه. كيفاش فقنا الدوريه هذيك؟ تا المهم هما جايين يعني بلا فيتاس، وعلى بالك الكرافي هذاك خشين، تسمع الحس واحد 300 400 متر تسمع الحس الطوموبيل جايه. هربنا كاع تخبينا هنا قدام البراج هذاك، ما تحركناش كاع حتى الغدوه من ذاك، باش تحركنا باش نكملوا في البيستا هذيك. قعدنا توت لا جورني الشمس هناك، قعدنا كلينا رقدنا هناك حتى الليل، عاود دخلنا البيستا هذيك. دخلنا هناك اللي دخلنا البوسنه، دخلنا البوسنه ايفيتينا واحد الفيلاج الاول،
ايفيتينا الفيلاج الاول وضربناها ثاني جبال 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 قبل واحد الفيلاج بعيد على مصطر بواحد 50 كيلومتر. الفيلاج هذا اللي راح نشدوا البيس منه باش يجيبنا المصطر. مصطر ما كاينش اللي ما يعرفش مصطر. مصطر هذه شابه بزاف قريبه للحدود تاع كرواتيا. مصطر هذه اليوم كاينين بزاف ثاني يديروا لي كومبيتيسيون تاع ريد بول هناك اكسيتيرا. مصطر هذيك تشوفها نقول لك تقول في راك في سويسرا. كي وصلنا للفيلاج هذا اللي بعيد على مصطر ب 50 كيلومتر قعدنا هناك نشوفوا البيس هذاك كاينه باسكو قعدنا في واحد البلاصه قدام الجامع ولا كاروتير هذيك تاع الفيلاج هذيك كاينه قدامه برك. قعدنا هنا كنشوفوا البيس اللي يدير الموستر اش كيوصل ولا ما يوصلش. قعدنا هناك السته قعدنا حتى 17 قلنا زوج صحابنا روحوا شوفوا لنا تيتونا مع البيس هذاك اش كيروح الموستر ولا يروح لسراييفو لا كابيتال تاع البوسنه. زوج صحابنا هذوك راحوا دخلوا برك للبيس هذاك. البيس هذاك ديمارا راحوا معاه وراحوا لسراييفو راحوا معاه. قعدنا سنين هناك هذو قلنا شدوهم ولا وراهم ما فهمناش وين راحوا. جا واحد بيس بيس ثاني اخر هذاك البيس يدي من الفيلاج هذاك يفوت يدير اسكال في مصار ومصار يروح لسراييفو. رحنا نتكلنا على ربي نشوفوا صحابنا قاعدين هناك ما لقيناهمش. ركبنا حنا باسكو على بالنا شفناهم ركبوا في البيس شفناهم ركبوا وركبنا معاهم. ابري ما على بالناش اشكو رايحين لمصار ولا رايحين لسراييفو يروحوا ديريكت لاكابيتال. حنا البيس تاعنا دار اسكار في مصر. هبطنا في مصر شفنا ثاني صحابنا هناك ما لقيناهمش. شرينا شويه ماكله منا ومنه ومن كلينا في البيس والبيس تاعنا قلع لسراييفو. وكي وصلنا لسراييفو لقيناهم هناك لقيناهم قاعدين بيان شغل ما عندهمش هذيك او خلينا صحابنا مورانا ما تقلقوش زعما خلونا مورانا شغل جاتهم عادي ركبوا جاو. معليش فوتنا هذيك ثاني وجينا للكامب تاع سراييفو. الكامب تاع سراييفو نقول لك واحد البرد 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 في سراييفو اقسم لك بالله موان 14 موان 15 موان 9 يقطع البرد في سراييفو يقطع البرد في سراييفو. رحنا للكامب هناك قعدنا ليله قعدنا ليله شغل ما خلوناش ندخلوا للكامب باش يديروا لنا خرطيه ثاني طبصام ويقولوا لك منين جيت وكيفاش جيت ومن 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 ما خلوناش. طحنا ثاني يقولوا لك وفات أربعة ونص ومن حتى الغدوه ودخلنا سونسيال الكامب هذاك. دخلنا في الليل رقدنا في واحد لونكار بزاف ثاني حراقه ما كانش اللي ما يعرفش في واحد لونكار تاع حديد وشغل يديروا لنا واحد برولور هكذا يسخن شغل كي الدجاج والله نرقدوا هنا كي الدجاج. وغدوه من ذاك خرجنا جينا لابوليس هذيك اللي كاينه في الكامب عندهم ان بوست بوليس سبيسيال في الكامب هذيك تاع الحراقه باش تبصم تقول لهم كيفاش جيتوا منين منين اكسيتيرا. رحنا يفوتوا 30 بنادم في النهار دونا كاع الوراق منا هكذا واحد واحد واحد. ابري عيط هذاك البوليسي قالنا ليه هضر فيكم هكذا شويه اونغلي يفهم الصحاب وين يكتب هذه هذه هذه. قلت له لعبتها قفز انايا قلت له انايا. ابري كي شافني واحد اخر شافني واحد اخر نهضر كاع مع الحراقه هذوك قال صاحبو بيتيتر هذا باسور فهمت. جالي نحالي الورقه هذيك قال لي اقعد الاخر فات كاع العباد هذو فوتو 29 بنادم فوتو. ابري عيطوا لي دخلوا لي للشومبره هذيك تاعهم في التحقيق والله العظيم قالوا لي انت باسور انت قالوا لي انت اللي تجيب الناس. نقول لك على بالك شغل نعرق نعرق هكذا ما لقيتش واش نهضر باش نهضر له بالبوسنيه ما نعرفش باش نفهمه بالونجلي ما عنديش لونجلي زعما قويه باش نفهمه فهمت. هو دار هكذاك في راسو وشاف التليفون كي كنت نهضر مع صحابي شاف التليفون تاعي شافوه هو في بالو حاب يدير لي التليفون. هو كاع في راسو يدير لي هكذاك باش نخاف نمد له التليفون ويغمض عينه ويمد لي خرطيه تاعي نخرج. قال لي قال لي وراه التليفون تاعي. قلت له اون بليس حلفت له والله شغل حلفت له والله قلت له والله ما عندي تليفون كذبت والله ضربته بكذبه يعني في عينه. قلت والله ما عندي تليفون. قال لي انت اللي تجيب في الحراقه كيفاش تجيبهم وراهم دراهم اللي خلصوا فهمتني شغل يدير لي وسوسني والله. انا قلت هذو راح يضربوني الحبس يقال لي نديرك في الحبس ومن عام عامين شغل دارها لي في مخي والله قلبها بلي دار 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 على بالو بلي هذا الانسان ما يدي والو لا تليفون لا دراهم. قال لي حط يديك على الزجاج حطيت بصمت درت اسم برك على واحد صاحبي في البلاد ليسونسي خرط برك البصمه معليش من الاسم خرط برك تو فاسون البصمه تاع البوسنه
مونتينيغرو والبانيا شغل هادو ما راهمش داخلين في اليونيو اوروبيان فهم بصم عادي خطيك برك من البصمه تاع اليونان وكرواتيا والاوروب معليش بصمت مد الكارتيه تاعي خرجت راحوا داونا للطبيب فتنا كاع على الطبيب مدولنا واسمو مدولنا كاع هكذا واش نغسلو دي سيرفيات من ساك تواليت من دون كارطاب صغير هكذا اكسيتيرا قعدنا هناك بدينا نولفو ريتم تاع البوسنه البوسنه نقول لك والله العظيم تقول راك في سويسرا البوسنه ولكن خمجوها توعنا خمجوها توعنا كاينه شويه سرقه في البوسنه سراييفو شويه برك مي لو كان طلع البيليكا كلا دوشا ولا طلع تروح تروح للحدود بين البوسنه وكرواتيا بيليكا كلا دوشا هذيك نقول لك السرقه هناك خليه برك ابره هناك كاينين ديك لون الافغان اللي حاكمين فيليكا كلا دوشا ماشي شغل كيما تاوعنا في اليونان اكسيتيرا الافغان حاكمين هالبوسنه المهم نوليو لسراييفو قعدنا في سراييفو كاين واحد الحمام هناك الحمام يعني ناتشورال لا تروح في اون بلان اير هكذا تحمام شغل عجبتني البوسنة هنا والله راه عجبتني الماكلة تاعهم حلال وانورو سي كونت تاكل بولي يعني شغل والله ما عايش البوسنة هذيك اقسم بالله انا ديما نقول والله كاش نهار نروح نزور البوسنة ونشوف والله سويسرا سويسرا انا عندي البوسنة والله العظيم سويسرا ابري ولا البروبليم كل ما ندخل البلاد يولي بروبليم تاع دراهم وشكون ولا البروبليم تاع دراهم هذه الخطرة ولا البروبليم تاع دراهم ليا انا ما عنديش دراهم خلاصوا لي صحابي كاع عندهم دراهم انا ما عنديش ابري هناك تفرق الجروب تاعي هذوك الاخرين اللي عندهم دراهم قالوا حنا نطلعوا ما نستناوش راحوا طلعوا في الترا وحوانا استنيت واحد صاحبي بعث لي دراهم من فرنسا بعثهم لي بعث لي واحد بعث لي وقيله 200 ولا 150 يورو بعث لي رحت لواحد الجمعيه سويسري يخدم هناك قلت له سويت خرج لي دراهم في سويسرا هكذا قال لي با تسوسي مد لو نون البرينو الصور ديال الباسبور تاعو وكي خلاص هذاك السيد قال لي بعد خلاص انا بعث لك دراهم رحت معاه لويستر خرج لي دراهمي شغل يعني حالي واحد الغبينه كحل هذاك السويسري يخدم في الجمعيه خرجت دراهمي قلت لصحابي نتكلوا على ربي حنا واش درنا صحابي هذوك اللي راحوا في ترى ما حلبوناش بلي كي تروح تطلع على البيهاش ما لازمش تروح في البيس لازم تروح بترا وكي توصل قبل بيهاش ب 50 كيلومتر لازم تهبط وتضربها على رجليك حتى البيهاش باسكو كاينه واحد لاكار يطلعوا فيها هذوك الدوريات تاع الحدود ولا بوليس اللي يشدوه يرجعوه للور حنا قلنا ما لا اذا كان ما لا هكذا نروحوا في البيس معليش قطعنا التيكيات تاعنا في البيس ديمارينا هذيك على الجوه 4 تاع العشيه ولا 5 7 هكذا مشينا واحد 300 كيلو ولا 200 كيلو اللي مشينا في البيس وصلنا لواحد البراج طلعوا لا بوليس اي دي كارت من مدينا لهم واحد الكارت هكذا شغل اي دي كارت ثاني مدوها لنا مي مكتوب عليها سراييفو كامب سراييفو ماشي كامب غلادوشا ولا كامب بيهاش فهمتني قالوا لنا انتم لازم تكونوا في سراييفو ما لازمش تروحوا لبيهاش ولا غلادوشا واش داروا لنا هبطوا لنا هناك في البراج هذاك قالوا لنا روحوا تولوا لسراييفو وحنا بعد على سراييفو بواحد 200 ولا واحد 300 كيلومتر اللي بعد على سراييفو وكلينا كاع دراهمنا في البيس في البي تاع البيس وما عندناش دراهم شرينا ماكله اكسيتيرا احصلنا واش قلنا نكملوها بقات لنا 106 كيلومتر على بيهاش قلنا 106 هذه ثلاث ايام هكذاك مشي انا نخلصوها رحنا لواحد السوبر ماركت هكذا شرينا ماكله استعفينا شويه هكذا وعاود ضربنا مشينا قريب يومين تمشينا 65 كيلومتر اللي تمشينا يعني قريب نوصلوا لبيهاش ووصلنا لواحد البوا بعد على لي فرونتير تاع البوسنه وكرواتيا بعد عليهم ب 6 كيلومتر شغل ولينا خايفين اسكو ابري ولينا دابنا في راسنا اذا شدونا نقول لهم رانا رجعونا من كرواتيا باش هما اللي راح يدونا لبيهاش فهمتني ابري البرو هذا ما كلاناش رجعونا حتى البلاصه هذه وصلنا كي قلت لك تمشينا 65 كيلو هذه وصلنا لواحد الدار انا قلت لك انا كاع صحابي اللي نجي معاهم ما نحبش نكسر البيبان وندخل الديار كاين واحد البالكو هكذا دخلنا لتحتو رقدنا هناك نورمال عادي قلت لي سونسيال ما ندخلوش للدار هذه ما نكسروهاش ما نخسروش البلاصه هذه رقدنا هناك ومن غدوة هذاك حبينا نزيدو نكملو نروحو لواحد الفيلاج قريب هناك على الدار هذيك نقطعو تيكيات
40 كيلومتر ولا شحال بقات لنا نروحوا نوصلوا للبيهاش. وكي وصلنا لاكار هذيك الصغيره شرينا التيكيات منه منه من البيسيو اللي وصل هذيك على 6 تاع العشيه، وشافنا واحد بوليسي، شافنا واحد بوليسي وين شافنا؟ شافنا في الجامع، باسكو دخلنا الجامع صار جينا التليفونات تاعنا منه من هو كي جا الجامع شافنا هنا، قال لي ورا راكم رايحين، قلنا ورانا هابطين سراييفو، ما قلناش رايحين للبيهاش. هو على بالو بليها في البيراج هذاك البيس يوصل البيسلي ديال الصال البيهاش يوصل على 6. قعدنا في الجامع الخمسة غير 6 غير بار، حنا شرينا تيكيات وصل البيس، رحنا نركبو جا البوليسي هذاك قال لي ما نخليكمش تركبو، عيط لارونفور جاو صحابو جابو فورك وهكذاك جاو، رحنا رومبورسينا لي بي تاعنا السيد هذاك والله ما شاء المسلم هذاك رجع لنا دراهمنا، جابوا لنا الكوميساريا. وكي وصلنا الكوميساريا بدا السيد هذاك البوليسي في الطريق يهضر شويه اون لاغ، يقول لنا علاش ما تقعدوش في البوسنه، وعلاش راكم تحوسوا ديما تطلعوا تطلعوا لفوق اوروبا، هاو هنايا في البوسنه قعدوا هنايا راح نقروكم. والله البوليسي هذاك مسلم يعني ما شاء الله هذاك، قعدنا هنا كيف فهمنا قعدوا هنايا راح تقروا هنايا قريكم ندير لكم كواغط البوسنه. ابري حنا على بالك البوسنه ولدي الحرب مساكن شغل بلادهم شويه برك حشيشه طالبه معاشها، ماشي بلاد اللي راح تستقر فيها. كي وصلنا للكوميساريه لهناك قلنا لهم دونا ماكله والله ما مدونا ماكله، ركبونا في البيس ثاني عاود هبطونا 65 كيلومتر هذاك حتى البراج هذاك اللي هبطونا الضربه الاولى ثاني. خلاص الدراهم تاعنا كلينا لهم كاع في الساندويتش وفي الجو كلينا لهم في الماكلات اكسيتيرا، قلنا يا نهبطوا لسراييفو يا نعاودوا رحله اخرى، يا نعاودوا رحله اخرى. ابري خويا خليل هذاك طاح مريض مسكين من ضروسو، طاح مريض من ضروسو مسكين شغل نتمشى 10 مترات يقعد يشد في راسو هكذا ضروسو قتلوه مسكين. قلنا نعاودوا الرحله الحمد لله، عاود شرينا ماكله اكسيتيرا ضربناها جبال 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 حتى البيهاش، ضربنا نقول لك ضربنا 15 يوم باش وصلنا للبيهاش. ابري كي وصلنا للبيهاش بدينا نحكيو للناس القصه تاعنا كاع يضحكوا علينا، درنا حرقه داخل البوسنه، الناس في البوسنه تمشي في ليبيا شوف لي تراو، حنا نحرقوا داخل البوسنه من البراج هذاك البيهاش درناها حرقه. كي وصلنا البيهاش وصلنا في الليل، ابري تلاقينا هكذاك مع جوج سيدي زالجير وهكذا، قالوا لنا منو من ورونا واحد ثاني مبل هكذا فاره رحنا رقدنا فيه، لقينا العراقيين اللي باك باك لقينا فيه ولقينا خان شويه هكذا. وصلنا في الليل ما على بالناش وين نروحوا، ما نعرفوش الكامب وين راه اكسيتيرا، ما كانش اللي يحل بنا. حتى صباح نضنا اكسيتيرا غسلنا منو من رحنا لواحد الجمعيه هكذاك، وكان واحد لابولونجي كاينه واحده مسلمه واسمها ليلى ثاني شغل تعاون في الحراقه هكذا شغل اذا ما عندكش ديك ساندويتش اكسيتيرا نشريو ماكله هنا كنشريو الخبز ولا رخصه شويه الحاله هنا. ابري قعدنا في بيهاش ثاني ولات البروبليم تاع الدراهم، خلاص حنا دراهمنا كاع كملناهم في لي بيسكوي في طريق شري هذه يشدونا يرجعونا يشدونا يرجعونا. عاود انا الكارطابل تاعي ثاني راح لي، عاود شريت كارطابل ودرت المؤونه الطون السردين والماكله المينار وحدينا باش نضربوا الكرواتيا. يا ابري ديما يولي المشاكل ما عندناش تليفونات وما عندناش لابيس، باسكو على بالك المشيه بين البوسنه باش تضرب كرواتيا لازم تضرب البوسنه كرواتيا سلوفينيا الطليان، يعني مشيه بغلا كما يقولوا مشيه تاع 18 يوم. حنا باسكو ضربنا الضربه الاولى في كرواتيا ضربنا 9 ايام طيحونا، وعاود في 9 ايام هذه اللي طيحونا هناك اللي ضعت في الغابه اكسيتيرا القصه تاع الجنون اكسيتيرا، وعاود عاودنا لها في كاع من البرايس هذوك اللي كنت وحدي ضربنا 18 يوم باش وصلنا باش وصلنا لتريستا الطليان، ضربنا البوسنة كرواتيا سلوفينيا الطليان 18 يوم. نقول لك كي خرجنا هناك في الطليان شغل تخرج كي القرد هناك، والله اللغه تاع بنادم شغل تلمو الغابه 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 الغابه، لا كومينيكاسيون تاع البشر تروح لك والله العظيم. المهم قعدنا في البوسنة، حنا قعدنا في بيهاش وما على بالناش بلي بليكاك لا دوش خارجه منك خير، شغل كاينين يقولون في بيهاش مليحه وفي فيليكا راهي محروقه، باسكو فيليكا كلا دوشا غير المشاكل. غير نقول لك سي دي كلون، كاين دي كلون تاع الجزائريه، دي كلون تاع المغاربه، دي كلون تاع الباك باك، ودخل الكامب تاع فيليكا اقسم بالله يتمشوا بالساطوره هناك بسيوفه بين
بين شغل الباك باك هذوك والمغاربه والجزائريه، فهمتني؟ نقول لك مخك يحبس في الطروح يقدر يقتلك في الكامباني. قعدنا في اسمه في بيهاش، قعدنا هناك سمعنا هناك نتفتفوا منه ومن ومن، وعجبتنا شويه بيهاش ثاني هذيك شابه اكسيتيرا مليحه هكذا كالم اكسيتيرا، نشوفوا كيفاش راح نضربوا الكرواتيا. في بيهاش البروبليم اللي كاين، كاين واحد الجبل كبير بزاف، باش تطلع الجبل هذاك لازم لك ثلاث ايام باش تطلعوا، ولازم لك نهارين باش تهبطوا، معناها خمس ايام سمانه تاع مشيه وانت راك هناك برك في بيهاش. شغل الجبل هذاك جاي فيه بيهاش تطلعوا باش تهبط تدخل الحدود تاع كرواتيا. ابري شغل حصلنا الخرجه تاعنا من نضربوها، باسكو حتى واحد ما حلبنا، عندنا لي بوا في الجي بي اس عندنا حنايا في المابسمي عندنا، مي ما قلنا حتى واحد منين نخرج ولا منين ندخل منين نخرج، شكون خربات اللي لازم ندخلوهم وين نردو وين نستعفاو، ما عنديش معلومات هكذا. باسكو عندي صحابي خرجوا الاولين مي ما ظهر والو عليهم، اللي خرجوا مازال ما بان والو عليهم. كي حنا بدينا خلاص لمينا روحنا نخرجوا دار الموفيتو لونساو بلي سمانه والنو يعني الشتا تضرب ما تحبس. قعدنا ثاني قعدنا سمانه هناك ثاني قعدنا سمانه في فيليكا كلادوشا قعدناها نورمال، والمؤونة تنقص والدراهم ينقصوا، والحمد لله كنا صبيناتنا سودي يعني الجروب تاعي ما شاء الله فهمت من البلاد كاع، وكان خالي عمر هذاك المغربي بيناتنا والحمد لله شغل الجروب يعني سودي. وحتى فوالا حتى خلاص راح كاع الموبيط وهذيك، وظهر بلي صحابي هذوك الاولين اللي خرجوا شدوهم في كرواتيا شدوهم في الجبال، والله شدوهم في الجبال الثلج وشدوهم رجعوهم نحاولهم كاع التليفونات وكسروا لهم كلش، وهما كي رجعوهم شغل انت كي تخرج من بيهاش راح يرجعوك لفيليكا كلادوشا، وكي تخرج من فيليكا كلادوشا راح يرجعوك لبيهاش، باسكو انا كي يحكموني في كرواتيا سقساوني منين خرجت، راح يسقسوك يقولوك يقدر دخل تاو السيد هذا دخل من صربيا ولا دخل، راح تقولهم منين خرجت كيفاش خلصت، واحد راح يديو معلومات باش يشوفوا منين الناس تجي. سقساوني هكذا منين نخرج، انا كي سقساوني منين خرجت قلت لهم تخرجت من بيهاش. ابري كي رجعونا لكلادوشا، كي رجعونا لكلادوشا هناك لقيت كاع صحابي اكسيتيرا، تفاصيل هذه حكايه نحكوها من بعد كيفاش رحنا الكرواتيا، ابري قصه طويله يعني لازم نحكوها قصه واحده باش نفهموا كاع الناس بلي ديتاي وبيانكم الفو باش نوصلوا النظره تاع كرواتيا للناس، شغل ما لازمش نخلط لهم الحكايه وحكايه. اسم اخويا الحواس التشويقي في كرواتيا على حسب ما تحكي لنا دوك على حسب الهضره تاعك. ايه شغل راح ندخلوا لكرواتيا، والحكايه تاع كرواتيا لازم يعني نحكيوها بالتفاصيل تاع شغل الحكايه مشوقه، شغل كرواتيا يعني انا ندخل بقات لي في راسي كرواتيا باسكو فاتوا عليا يا مات في كرواتيا، نقول لك والله العظيم حتى درك الوقت الحالي والله عندي كي نرقد في الليل كاينين دي سوفينير هكذا نتفكرهم، يعني العسكر تاعهم كيفاش الضرب هذاك والمعامله ماشي مليحه، وكي يشوفوك حراق يقول لك انت مسلم يقول لك انت على بالك هذوك طع 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 فهمت